هاوي رسم هكا موهبه من عند ربي. وشفنا هنايا الشبيبه تاعنا راه الحمد لله رانا في عمليه تنظيف الاحياء هكا، جاتني فكره هكا باش نجسد الموهبه تاعي في الرسم، اللي هي في الرسم على شكل جداريات ورسومات بسيطه هكا للاطفال باش هما يفرحوا هكا وتزيد الجماليه للحي تاعنا. مازال ان شاء الله والحمد لله رانا شفناهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي بلي انتشرت الفكره هذه والحمد لله، ومازال ان شاء الله راهي مازال لنا القدام ان شاء الله. المبادره راهي تسير على قدم وساق من طرف سكان الحي، والشيء الجميل فيها انها انطلقت في جميع احياء الميليه من اجل تغيير صوره الميليه الى الاحسن.